ولنقاش البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن أملاك الوقف السني ينضم في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان المقرر القسم السياسي بالهيئة الدكتور ثامر العلواني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أخي الكريم. كيف بدأت عمليات نهب الأوقاف وما هي الآليات التي تستخدمها الأحزاب والحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال لنهب واستيلاء هذه الأوقاف؟ حقيقة أن ما يجري في أوقاف العراق هو أمر مخزي. عمليات اغتصاب وسرقة أموال الوقف حقيقة بدأت من يوم الأول للاحتلال على يد الأحزاب الطائفية، ومن ثم تطور الأمر إلى أن أصبح منهج حكومي الحكومات تتبعه التي جاءت بعد الاحتلال بطرق ملتوية بطرق غير قانونية وأخرى باستخدام البلطجة. بدأ الأمر بحل وزارة الأوقاف وتحويلها إلى دواوين، ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي والديانات الأخرى. ثم بدأت الأحزاب تطالب بتقسيم الأوقاف مناصفة بين الديوان السني والديوان الشيعي، وهذا أمر طبعا لا يقبله عاقل ومتابع للأوقاف، يرى أن هذا إجحاف وظلم لإدارة الوقف السني لأنها تدير أوقاف المسلمين باتجاه معين ومذهب معين. وفي نفس الوقت الوزارات الأخرى لا تخضع لهذا الميزان، هناك مطالبات بأن يقسم وزارة الأوقاف إلى نصفين وأملاكها إلى نصفين، نصف للسنة ونصف للشيعة، طبعا هذا في إطار المحافظة الطائفية التي جاء بها الاحتلال، ولكن في الوزارات الأخرى لا، تعطى للسنة 10% والباقي تأخذه الأحزاب الشيعية. حقيقة كان هناك محاولات جادة من الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله بدعم من هيئة علماء المسلمين في ذلك الوقت ومن بعض السياسيين في الوقوف في وجه محاولة سلب الأوقاف السنية ومحاولة قسمها نصفين بين نصف للسنة ونصف الشيعة، يعني بمعنى أن المساجد تقسم نصفين، أن الأملاك اللي تابعة للوقف سواء محلات سواء عقارات كلها تقسم نصفين، مع أن الوقف هو يخضع لشروط الواقف وماذا وضع المال ولأي الأموال أين ستصرف. فعلى العموم بدأت منها هنا، ثم لم يعجب الوقف الشيعي هذا الأمر فاخترع لجنة اخترع قوانين جديدة مررها عن طريق البرلمان في عام 2005، أيضا حاولت الاستيلاء على أموال الوقف السني. ثم بعد ذلك لم يكتفي إدارة الوقف الشيعي في هذا الأمر فاخترعت لجنة اسمها لجنة الفك والعزل، تشكلت في عام 2003 ومن أعضائها كان قاضي ومسؤول في هيئة الدعاوى الملكية، وأيضا ممثل عن ديوان الوقف السني وعن ديوان الوقف الشيعي، وأيضا ممثل عن الدعاوى الملكية. نعم. وكانت هذه اللجنة لجنة الفك والعزل كانت تستند إلى معايير اتفقت عليها كي يحددوا عائدية هذا الوقف، ومن أهم هذه المعايير كانت هو السند الذي يعود الوقف إليه، وأيضا هوية الواقف الطائفية والمستفيد من الوقف وإلى أي جهة دينية أو مذهبية ينتمي هذا الواقف، وأيضا أدلة أخرى يمكن أن تساعد في تحديد الهوية الطائفية للواقف. ولكن أيضا هذا الأمر لم يعجب إدارة ديوان الوقف الشيعي، فكانوا يرفضون تطبيق هذه المعايير على كثير من الأملاك التابعة للوقف السني، ولذلك حاولوا مرة أخرى أن ينقلوا كثير من القضايا والدعاوى إلى طريق القضاء، وكان القضاء غالبا ما يحكم عن أثر الوثائق الموجودة التي يقدمها ديوان الوقف السني بأن الأمر هو ملكية الوقف السني، وهذا لم يعجب الديوان الوقف الشيعي، فكان دائما ما يهاجم بأن هذه الوثائق التي يقدمها الوقف الشيعي هي الوقف السني هي وثائق مزورة زورت أيام النظام السابق، وهذا طبعا كلام ساذج كلام باطل، لأن النظام السابق لا يحتاج إلى أن يزور شيئا. الأمر الآخر أن هذه الأوقاف هي للناس وليس للحكومة، فالناس هم من يحددون تبعية هذا الوقف وإلى أي جهة
يستفيد منه. في هذا السياق دكتور، لو نتحدث عن هذه المعايير المهمة التي أشرت إليها ونضعها في إطارها الزمني والتي كانت جميعها منذ بداية احتلال العراق، وهذا ما حذرت منه الهيئة في مرات كثيرة عن الاتفاق الذي تم بين إدارة الوقف السني ورئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، إلى أي مدى أصبح تقاسم الأوقاف ضمن الاتفاق مع عبد المهدي واقع حال وفرضته إدارة الاحتلال ولاحقا الحكومات المتعاقبة؟ حقيقة هذا مثل ما تفضل ومثل ما أشار بيان الهيئة اليوم إلى أن هذه الاتفاقات هي ليست جديدة في حقيقتها. هذا الاتفاق كان يحاول أن يمرر من زمن عادل عبد المهدي لحسم ملف المساجد والأوقاف المغتصبة التي اغتصبتها الميليشيات وديوان وقف السني وبعض الأحزاب الشيعية، اغتصبت هذه الأملاك التي هي تابعة للوقف السني. فحاول عادل عبد المهدي تمرير مع اتفاق مع بعض الأحزاب السنية أو المنتفعين الذين يريدون أن يتنصبوا أو أن يتقلدوا مناصب في الحكومات وفي حكومة عادل عبد المهدي، فمرروا بعض الاتفاقات من تحت الطاولة. فكان الاتفاق هو محاولة إنهاء لجنة الفك والعزل الذي هو يحاول الآن هو على طاولة الكاظم يحاول أن يمرره، وجعل الأمر محصور بين لجنة جديدة تكشف أو تشكل من رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس ديوان الوقف السني ورئيس ديوان الوقف الشيعي وشخص يعينه رئيس الحكومة يرأس اللجنة الفرعية ومدير عام عقارات الدولة. هذه تقريبا هي البنية الأولى التي تم الاتفاق عليها في زمن عادل عبد المهدي، والآن أتى الكاظمي لكي يمرر هذا الاتفاق ولكي يسير هذا الاتفاق للاستحواذ على جميع ما تبقى من أملاك الوقف السني وتحويلها إلى ديوان الوقف الشيعي. بغداد ومناطق الجنوب وديالة شاهد حي على اغتصاب المساجد وعدم السماح حتى للناس بالصلاة فيها. كان الوقف الشيعي يطالب بقسم المساجد والأوقاف في العراق منذ أن أتى الاحتلال، وهو الآن يعيد نفس الطلب الذي رفض سابقا والذي هو مجحف وظالم بحق إدارة الوقف السني وبحق الشريعة التي حرمت التجاوز على شروط الواقف وتجاوزها إلى شروط أخرى تمرر عقب اتفاقات سياسية لأجل مصالح سياسية خاصة. شكرا جزيلا لكم مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.